عملت في السينما، بس انا ما تعرضش عليا ولا مسلسل كوميدي بعد ميكيش. انا بالنسبه لي بحب التمثيل بكل انواعه، يعني كوميدي تراجيدي، المهم ان ابقى في عمل جيد. والله انا مش عارف الناس اللي بتفضل من الفطار للسحور لمعزومه العزمه بيجيبوا الطاقه دي منين؟ يقولوا لنا والنبي عشان نجيب. الحمد لله ربنا كرمنا في المسلسل يعني، ولقى اعجاب الناس. الحمد لله كل مجتهد النصيب يعني. استاذة ياسمين تعبت قوي في المسلسل ده بجد، وكل الناس بطوط مختلف بتيشيرتاتك عبر عن شخصيتي. ايوه بحب زي ما انت قلت الحاجات الخفيفه اللي الواحد يحس انه براحته. وانا كان شغلي مع الاطفال اللي عودني ان انا البس حاجات تحسسهم ان انا منهم كده وشبههم، بنبسط، بحس ببهجه، بيأثر على نفسيتي. هو ما بصي، هو منطقيا ما ينفعش حد يحب حد شرير، وعلي شرير يعني، علي جواه دوز او طاقه شر جامده جدا. وانا دايما اقول انا بشوف ان الابتزاز ده بصراحه يعني ده يعني سقف الشر، اقصى انواع الشر، لان انا بدمر حياه شخص وبدمر حياه اللي حواليه. وحتى لو الشخص ده غلطان انا مش من حقي ان انا اعمل كده، فده شيء قميء ومش حلو خالص. هو أستاذ ياسمين كانت مركزة في التفاصيل ومركزة إن كل حاجة تبقى حقيقية قوي، فيعني هي عملت محاكاة سيشن فرح حقيقي حصل في التوقيت اللي اتجوز فيه علي وأمال، فاللي هو مثلا ممكن يبقى سنة 2013 يعني، اللي هو إيه من سبع تمن سنين كده، اللي هي السيشنز اللي بتبقى في كل البيوت يعني. فلما نزلناه الناس حست بواقعية أكتر يعني. هي كل الكلام بتاع الشخصية معلق مع الناس يعني، في حاجات أنا بقولها شوية بعفوية أو بتبقى يعني موجودة أصلا في الورق بلاقيها معلقة مع الناس يعني. ما قلت في آخر حلقة رايح الست تتعبك، اتعب الست تريحك، دي علقت مع الميكروباصات بعدي أنا مش يعني دي علقت مع الناس قوي. لما قلت انظر إليها سيد القاضي إنها بريئة براءة الذنب من زقن ابن يعقوب، برضه معلقه مع الناس جدا ونزلت في بوستات كتير قوي. فده معناه ان الشخصيه اثرت في الناس يعني. عملت في السينما، بس انا ما تعرضش عليا ولا مسلسل كوميدي بعد ما خش انا، ودي حاجه غريبه يعني. انا معظم الحاجات اللي اتعرضت عليا يمكن عشان كان في جزء من حماده تراجيدي، فالناس كانت عايزه تروح للجديد، ما اعرفش. بس يعني كل الحاجات الجيده اللي اتعرضت عليا بعد ميت وش كانت تراجيدي. بصي هقولك على حاجة، أنا يعني بحس إن أنا حتى لما بعمل شخصية تراجيدي بتجيب ضحك مع الناس يعني، بيبقى فيها لمسة كوميدية، ودي حاجة يعني أعتقد إن هي لطيفة يعني، إن هي بتخف من حدة شوية الشخصية، بحس إن أنت تتقبليها عشان تقدر تكملي الأحداث أنا بالنسبة لي بحب التمثيل بكل أنواعه يعني، كوميدي تراجيدي، المهم إن أبقى في عمل جيد يعني. هل أنا مثلا بعد نجاح أعلى نسبة مشاهدة هقعد أفكر هو كوميدي ولا تراجيدي ولا حاجة؟ أنا في النهاية الحمد لله كنت جزء من عمل ناجح، فدي حاجة في حد ذاتها حلوة. والله أنا في السوشيال ميديا ساعات ببقى متواجد قوي لما بحس إن أنا قادر أظهر للناس، لأن أنا بحس إن الناس مش ناقصة نكد يعني، فاهم قصدي؟ وحياتنا مليانة يعني، مفيش حد حياته كلها بتبقى لطيفة، فأنا لما بيبقى عندي حاجات معينة بتضايقني او كده ما بحبش اظهر للناس، باخد بالي. ولما ببقى الحمد لله الامور لطيفه وظريفه وكده بحب اهزر مع الناس، اعمل لهم فيديو ونقعد يكتبوا تعليقات وارد عليهم وكده، بحس ان في تواصل حلو مع الناس يعني. والله انا مش عارف الناس اللي بتفضل من الفطار للسحور لمعزومه العزمه بيجيبوا الطاقه دي منين؟ يقولوا لنا والنبي عشان نجيب. والله العظيم بعض استغرب، انا بشوف ناس يوميا يا اما عازم يا اما انا ما بقدرش يا جماعه والله يعني. انا ممكن هم في الشهر كله عزومتين ثلاثه عشان الناس ما تزعلش وكده، لكن رمضان ده يعني عارفه يعني شهر عباده، وشهر ان الواحد يبقى قاعد في البيت كده وبينفرد بنفسه شويه. لا انا شايف ان موسم قوي جدا وفي تنوع جامد جدا وفي مسلسلات كتير الناس مرتبطه بيها. لا حاجات حلوه كتير بصراحه. في فيلم سينما لسه بنحضر فيه يعني، الترابيزه كده، مش ما بحبش اقول بصراحه، بس الموضوع ده جاب نتيجه معايا. لما ما بقولش الموضوع بيكمل ويبقى زي الفل، لما بقول بيبوظ. الحمد لله الحمد لله. في مشروع مسرح ان شاء الله يعني هيبقى ما بين هنا ومصر ودبي، برضه لسه بنحضر له، فيا رب خير يا رب. ده نورك، ميرسي ميرسي ليكو، ميرسي.